السلام عليكم ورحمة الله. أعضاء وعضوات مجموعة عالم المعرفة، تحية طيبة للجميع. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو إن شاء الله، كما تعرفنا في الأسبوع الماضي عن كيفية إنشاء مجموعة على الفيسبوك، اليوم إن شاء الله سوف نتعرف عن كيفية تغيير اسم المجموعة بعد إنشائها بطبيعة الحال، وسنتعرف على أمور أخرى إن شاء الله في ما يخص المجموعات على الفيسبوك. إذن على بركة الله، أذهب إلى مني فيسبوك أو إلى تبويب الجروب وأدخل إلى المجموعة بطبيعة الحال التي قمنا بإنشائها. أنا أفيشيتو لي راكورسي بطبيعة الحال، ثم أضغط على جروب. أعتذر، أذهب إلى اشترك في يوتيوب، اشترك في يوتيوب، هذا هو اسم المجموعة، ثم أدخل إلى انفورماسيون سور لو جروب، ثم اشترك في يوتيوب ايكون دي جروب، ثم أضغط على اشترك في يوتيوب. مباشرة هنا تظهر لي نو اشترك دو جروب، حذف، أقوم بحذف ألف الآن، ثم أكتب ألف راء راء، حذف راء تاء 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 ياء باء باء، ألف ألف راء زاي دال دال لام لام، ألف ألف لام لام، ألف ألف شين شين تاء تاء راء زاي راء راء، ألف ألف ميم ميم، كاف كاف تاء، ألف ألف تاء تاء مس اسباس، الاشتراكات غين عين عين، حذف عين غين، فاء فاء ياء ياء اسباس ياء ياء راء واو واو، الف تاء تاء راء واو واو، باء باء مس اسباس، يوتيوب يوتيوب فرنسي، ما اكتب يو يوتيوب. إذا بعد ما كتبت الاسم ديال المجموعة، أكتب مثلا هنا بإمكاني مثلا كتابة ديسكريبسيون لهذه المجموعة طبعا، ثم أذهب مباشرة إلى أضغط على انغوجيستري، وهنا تبادل الاشتراكات في يوتيوب، تبادل الاشتراكات في يوتيوب، ولنتأكد كذلك أذهب إلى تبادل الاشتراكات في إذن هنا تبادل الاشتراكات في يوتيوب. نتمنى هذا الفيديو البسيط يكون نال الإعجاب ديالكم، تقبلوا فائق التقدير والاحترام، ما تنساوش الاشتراك في مجموعتكم عالم المعرفة على اليوتيوب. لمن يرغب بأي تساؤلات أو تعليقات يرجى التعليق في علبة الوصف، عفوا في التعليق في علبة التعليقات، أو زيارة المجموعة التي سأربط لكم، سأرفق رابطها إن شاء الله في علبة وصف هذا الفيديو إن شاء الله، لمن يرغب بالانضمام إلينا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.